بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم يوميات عائلة أم هبة. اليوم غنحضروا معكم فطيرة سمكة اللي هي كتحضر المكونات اللي بسيطة. عندنا إن شاء الله الحشوة غنبداو بها هي الأولى. عندنا البصل قياس جوج بصلات، عندنا الفلفلة الخضراء خضراء وحمراء، عندنا راس ديال الثوم، وعندنا القزبر والمعدنوس. غنخلو هادشي حتى يتشحر واحد شويه وينزل المقله ديالنا، ومن بعد غنضيفو ليه التوابل، ومن بعد غنضيفو ليه حك ديال الطون. غتبعوا معايا باقي المراحل. المقادير ديالنا من بعد ما تشحرت لينا كما كيبان لكم، انا غنضيف ليها التوابل. راس معلقة ديال الزعفر، زعفران عرق، الكركم، ديري القياس اللي كتبغي انتي. بغيتي العطرية كثيرة ديريها، بغيتيها ناقصة صافي اللي حبيتي. العطرية كتبقى كثيرة، شوية ديال السنجبير، قليل من الزعتر، خليو حتى تشحر لينا هاد الحشوه ديالنا، ومن بعد نضيفو ليها الطون. الا كان عندك السمك متوفر ديريه، ولا الدجاج اولا الكفته ديال اللحم. المهم انا فضلت اليوم ندير، انا اصلا تعجبوني الحشوات ديال مذاق ديال السمك. دابا غنخلي هادشي حتى يتشحر عادش نضيف ليه الطون. نحيد من على النار، غنضيف ليه رشة السمك هنا، من بعد ما نحيد الزيت ديالو باش ما يجيناش الفطائر ديالنا اللي كاينين بزاف. الا كان عندك الزيتون مقطع حتى هو ضيفيه، الا كنتي بغات ديري الشعريه الصينيه حتى هي حشوه كتبقى اختياريه. صافي غنخلي الحشوه تبرد ونمشي نحضر العجين. بقاو معايا حتى تتم الوصفه. نبداو على بركه الله، نوريكم المكونات او المقادير اللي غادي نحتاجو في هذه العجينه اللي غنخدموا بها الفطيره. كيف ما ديما انايا كيف ما كيبان لكم كنخدم بالحليب ولا الياور الطبيعي وزيت الزيتون. عندنا هنا جوج كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال زيت الزيتون، عندنا معلقه صغيره ديال الخميره، خميرة العجين، وعندنا هنايا معلقة ديال السنيدة، ومعلقة ديال الملح، كيبقى كلشي على حسب الذوق. وعندنا الزعتر. غنبدا على بركة الله نقاد المكونات ديال العجين. نصوبو هنا واحد الحفرة، كنخويو في أول الحال كنخويو الخميرة، السكر، الملح هي فين تخويت،
ناخده الزعتر ومنسم ومنكه العجينة. كتجي العجينة اللي كتكون فيها الزعتر كتجي مذاق ديالها رائع. نخويو الزيت، نحاول نبسبس هاد الدقيق مع هاد الزيت تجينا العجينة رطبة. خدموها بحال كنخدمو الحرشة باش تجينا العجينة رطبة وتجي هشيشة. كدو في الفرن الى درتيها الطريقة ديال الزيت والدقيق هي الاولى تجي مزيانة. انا دائما هالطريقة هادي خصوصا في البيتزا، هذه هي الطريقة اللي كنتابع. كن دائما كنبسبس الدقيق مع الزيت باش كتجي العجينة رطبة. من بعد ما ترملات ليا العجينة ديالي نضيف فيها باقي المقادير، الكأس الأول ديال الحليب والكأس الثاني. وبالنسبة للماء الوقت اللي غنحتاج الماء غدا نضيفو العجين ما يكون دافئ. غنجمع العجينة ديالي أطراف الأصابع، نجمع بها الطريقة هادي. احتاجيت الماء غنضيفو، ما احتاجيتش غنكتفي غير بهذا القدر ديال الحليب. لبغيتي تضيفي بيضة ضيفيها، ما بغيتيش بلاش. نبداو على بركة الله. من بعد ما سرحنا العجينة ديالنا فرشنا ليها شوية، رشيناها بشوية دقيق باش ما تلصقش. غدا ناخذ الحشوة ديالي كيف ما وريتكم من قبل، انا وجدتها ولكن نسيت ما قلتش لكم راني ما درتش الملحة. ما تنساوش انتم تضيفوا الملحة، واللي بغى يضيف القليل من صلصة الصوجة يضيفها، اختياري اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش بلاش. دابا انا كنخلط حيت يلاه ضفت الملحة. غناخذ الحشوه ديالي وغنديرها فوق الفطيره. غناخذ مقطع الفطيره ديالي بالطريقه هذه. كيف ما كيبان لكم الطريقة هادي، باش نصوب ضفائر اللي نحطهم فوق الحشوة. يعني بنفس الطريقة نفس القياس اللي عندي هنا واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة. جوج ربعة ستة، جوج ربعة
إصبعة، نزيد وحدة، ناخذ هذه من هنا. اللي بغى يغطي هذا الحشو هذه يغطيها، اللي ما بغاش غير يكتفي غير ب قبل. غادي ناخذ الماء ندهن به باش يلصقوا ليا. اللي بغى يدير ابيض البيض يديرو. كنبدا كنبحال كنضفر شي ضفيره ديال الشعر. كما كيبان لكم الفطيره الاولى هي وجدناها. غندوزو ل القرصه الاخرى، نصرفوها زي بنفس الطريقه. الا كانت العجينه ديالتكم كتلصق، يمكن لكم تضيفوا واحد شويه الغبره ديال الدقيق القليل مسكوج دقيق بزاف. مازال تتلصق، نضيف ليها شويه ديال الدقيق. ناخذ الحشو ديالي نضعه في الوسط، ناخذ السكين دابا نقطع شرائح ديال العجين بهذه الطريقه هذه. ندوز من الجهه الاخرى، نزيد واحد شويه الحشوه هنا. غنبدا نجمع العجينه ديالتي بالطريقه هذه. نسيت ما دهنتش، دهنش ضروري الدهنه بالماء باش العجينه تلتصق بالحشوه، عفوا. السمكة ديالتنا كيف ما كيبان لكم وجدات. نديرو شي، انا درت زرعة الكتان نلصق بها العوينة ديال السمكة. انت الا كان عندك الزيتون كحل ولا القرنفل ديري، انا دائما كنخدم بلي متوفر في المنزل.
نسرح الكرة الأخرى. ناخذ السكين على شكل مربع نجمع هذا الجوانب مربع. ناخذ السكين ديالنا نقطعو دائما على شكل أشرطة ناخذو حشوة ديالنا المتبقية نفرغوها ونغطيو العجين ديالي ما كتحتاجش الماء نفذق الجوانب بالماء ولا بأصفر البيض هي لينة كنبداو على بركة الله واحدة من هاد الجهة واحدة من الجهة الأخرى كيف ما وريناكم واحدة من هاد الجهة واحدة من الجهة الأخرى أنا كنشجعكم باش تجربوها راها كتبان لكم صعيبة ولكن ملي غتبداي تخدميها غتجيك بسيطة واحدة من هاد الناحية ومن الناحية الأخرى من هاد الجهة حتى نهاية الأشريطة من هاد الجهة ومن الجهة الأخرى وكتبقي غادا حتى الأخير في الأخير كناخدو فرشاة وكنوركو بهم الجوانب بهالطريقة هادي كيف ما كيبان ليكم حنا كملناها دابا انا عندي ثلاثة ديال الاشرطة المربعات على شكل ضفائر وهنا راه عندنا ثلاثة ديال الفطائر على شكل سمكة كما كيبان لكم انا غندهنهم دابا بالصفر البيض ومن بعد غندخلهم للفران هاد البيض انا خلطته مع شويه الحليب والخل درجه حراره دائما متوسطه ما تكونش العافيه مجهده من الفوق ومن التحت حتى
يصفى حتى يذهب لينا، ما نخلوهاش حتى تحرق، غير كيبان لك اللون ذهب من الجناب ومن كل شيء، وطيب من التحت وصافي ونحيدها. بغيتي ديري واحد الرشيشه ديال من الفوق ديال الزنجلان غير مزيان، وناخذوا الفطائر الاخرى، فطائر السمكه غير جربيهم، النتيجه ديالتهم ما تخافيش منها، غادي يصدقوا ليك، غير تشجعي وجربيها وبقاي متابعانا في وصفاتنا. احنا دائما عندنا الجديد ودائما كنبحثوا على الافضل والابسط. دابا خواتاتي انا غنديها دابا للفران، من بعد غنوريكم تتم. اعزائي المشاهدين، الفطائر اللي وجدنا اللي حضرنا مع بعضياتنا هما وجدوا، الاولى ديال السمكه والثانيه اللي شكل على شكل كاري. كنتمنى من الله تجربوا هاد الوصفات، ما غتندموش عليهم، مكل اصلا هما مكوناتهم بسيطه ومتوفره في المنزل. كنتمنى من الله ان شاء الله تجربوهم، وكنتمنى تبقوا متابعينا في وصفاتنا المقبله ان شاء الله، وكنتمنى من الله عاوتاني تدعمونا بالاشتراك، وما تنساوش لي لايك، وباش هاد الفيديوهات يطلعوا ويشوفوهم جميع الناس، وما تنساوش عاوتاني ما تنساوش